تفقد الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين ميدانيا الخدمات المقدمة للزائرين الوافدين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام بين قضائي الدجيل وسامراء. ووجه محافظ صلاح الدين الدوائر الخدمية كافة بتقديم كل المساعدات لإنجاح مراسيم الزيارة، كما اطمأن على تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بهذه المناسبة، داعيا منتسبي القوات الأمنية والمواطنين إلى التعاون الوثيق بينهما لإفشال أي مخطط إرهابي يحاول زعزعة الوضع المستقر من خلال استهداف جموع الزائرين.